حاجة زي كده اهو، شفتوا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى كله بخير يا رب العالمين. النهاردة جايب لكم حتة دي الخبر جامد جدا. أولا الفيديو ده برعاية بابجي، أنت عارف يعني إيه برعاية بابجي؟ ده يا جماعة إعلان لبابجي واضحة وصريحة كده، أنتوا عارفين إن إحنا في ما بيننا شفافية جامدة جدا، ده إعلان لبابجي. وبابجي كلمتني يا معلم عشان اعمل لها اعلان، اعرف بقى وصحصح للكلام لما بابجي تقول لي انا اعمل لها اعلان. يا جماعه انا بس انا فرحان قوي لان من اكتر الالعاب اللي انا بحبها او اللي انا ما بنزلش غير اللي عليها في القناه تيجي تكلمني تقول لي يا صبري اعمل لي اعلان على الطلاق. ابدا لا 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 لا، بقول لك ايه، ده انا كنت عايز ابعت لهم الباسورد بتاع القناه بتاعتي، اقول لهم ايه، خد يا معلم الباسورد بتاع ام القناه وخده ليك، خده وخد قلبي مع خد قلبي خد قلبي مع الباسورد. يا جماعه انا انت مش متخيل، بس بجد احنا النهارده جايين نتكلم في كام نقطه كده انا لاحظتها. يعني هل انت متخيل يا جماعه، يعني انا واحد من الناس انا شايف ان التحديث بتاع بابجي ضاف له كتير قوي. انتوا عارفين كتير جدا في الفيديوهات اللي هي لسه التدفيجات اللي فاتوا قبل ما الشركه تكلمني، انا كنت بلعب وانا مستمتع، رجعت تاني اضحك وانبسط واقضي وقت جميل في المود اللي هو زي بتاع بيلود ده يا جماعه، مود روعه جامد جدا، طيارات ومدرعه وفي عندك قنابل ومتفجرات وبوم طخ شربق النووي. بص يا جماعه احنا النهارده هجيب لكم كل التحديث اللي نازل جديد واحده 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 واحده. زميل على الرايق احسن اقسامنا بتتضايق. بص الحته، بص الحته الزحلقه دي. اوهو اوف، شفت الحته الزحلقه دي؟ مش ممكن. على لا على هاكر، دي اول كلاية ليا، الباقي ما اتحسبش. انا مش ممكن. مش ممكن يا جماعه، شفت الحته الزحلقه دي؟ والله العظيم بص جامده جد والله، مديها طعم جامد قوي للعب. انا كده اتزحلق، رحت خبطت في البتاع، انا عمال الف اضرب واروح لافف، اضرب واروح لافف. فادي ليله تعالى فادي نو، خد سيلفي، تعالى ونمت نمت يا عم، انت ما تجرينيش وراك بقى. ما شفتوا حته اللي هو بتاعت الزحلقه دي؟ جامده جدا، انا عجباني بصراحه، بس مش كده عمال اتزحلق الحته دي والله العظيم، يعني دمها خفيف، يعني مش عارف عجباني جدا. دي اول حاجه في التحديث، خلينا نشوف بقيه الحاجات اللي موجوده في التحديث الجديد، وهل فعلا يستحق انك ترجع تنزل لعبه تاني لو انت كنت مسحتها ولا لا. انا شايف ان نظام الحمايه بجد بقى فارق. ليه بقى؟ لان نظام الحمايه بقى اقوى بكتير جدا جدا من الاول. طبعا انا خلينا نتكلم، ايه ده ليه كده؟ ما تنزلي معاك، ماشي يا معلم يا معلم. لا لا لا، تعالى بس، تعالى تعالى افهمك بس، تعالى يا رقم اربعه عشان لما تموت اعمل لك ريفايف. اصل نسيت اقول لكم ان انت هنا اهو في المود الجديد ده دلوقتي تقدر يا معلم تبقى شقي. يعني ايه؟ يعني اي حد يدخل يموت تاخد الكارت بتاعه في المود الجديد وبعد كده تروح على اقرب برج مراقبه وتصحيه تاني عادي جدا، اللي هو انا خلاص انا مت بقى هكمل الجيم من غيرك. لا والله ابدا، على الطلاق ما يحصل. لا ده انت تروح تاخد الكارت بتاعه وتصحيه، ده انت ايه ده؟ مش ممكن، انت كده هتبقى خطير. اوف الواد نزل مات، ليه بقى؟ علشان ما سمعش الكلام. خلينا احنا ننزل هنا اهو، ايه ده في واحد هناك اهو؟ تعالى بس افهمك، ده ماهوش سلاح. تعالى نجري ورا شوية يا باشمهندس. ايه مش عايز يموت ليه ده؟ يا عم انت محصر ولا؟ اهو اخد ضربة اهو يا راجل، عمال اضرب عليه مش عايز يموت. اهو بص 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 بص، اهو اخيرا الايد بتاعت البنزين. بص يا شباب لو تيجي تضرب على البنزين كده شوف اللي هيحصل. دلوقتي فرع الدنيا، اهلا بيكو. وبنزين تاني اهو، بص بص. والله والله ايدي كفو، والله ايدي كفو. هوريكم بقى حركه، بقى حركه دي بقى ايه، مفيش غيرها الا بس كام واحد في العالم بس اللي يقدر يعمل الحركه دي. تهيل يا معلم وانت ماشي، تاخد هيل كده وانت ماشي عادي جدا، مفيش اي مشكله في التحديث في المود ده، بس مود البيلود، بس مود البيلود ده فن
فن يعني، انت بتدخل بتقضي عليه وقت كده بالساعات، وطيارات هليكوبترات ومدرعات هنركبها دلوقتي هوريكم. في ضرب هناك اهو هنروح عليه، الناس بتضرب بقى هناك، في واحد اهو ماشي من على اليمين يا جماعة اهو، اوف نضرب عليه ريد زون، بس ضربنا الريد زون. تفتكر تيجي فيه؟ اهي اهي يا لهوي، شايفين هنرد على الريد زون، احنا ضربنا عليه الريد زون بس ما ماتش. يبقى ممكن يكون موجود في اخر دور، استنى كده نجرب نضرب هنا مثلا. قلت لكم البازوكا دي خرافية. اوف المدرعة الجديدة اهي، المدرعة الجديدة اهي، يا لهوي ده احنا نقودها على طول. وش المدرعة دي يا جماعة؟ عايز اقول لكم على حاجة، مهما يتضرب عليك تاخد كمية ضرب كتيرة جدا ما يحصلكش اي حاجة. بس طبعا يعني انا مش عايز اضحك عليكم يعني، هي اوف ده صاحبي اللي بيتخانق ده، ده نروح انقذه بقى. انا جاي لك يا ولا، نحاول نطلع الدور اللي فوق. اوه فين صاحبه التاني؟ اوه مش ممكن، انا اروح اخد الكارت بتاعه، هو بعيد قوي. يا رب نلحق يا رب نلحق يا رب نلحق يا رب نلحق، هنلحق ولا مش هنلحق؟ نلحق ولا مش هنلحق؟ نلحق ولا مش هنلحق؟ 15 ثانية 15 ثانية، يلا العربية بطيئة، 5 ثواني 5 ثواني ثانية، الواد مات. يا رب انت ما كنت تاخد الطيارة. طب اوكي ماشي، انا اسف بقى بصراحة يعني. تيري تيري يا طيورة، انا اسمك حلوة صغيرة، تيري تيري يا عصفورة. انا مثلك حلوة صغيرة. تقدر دلوقتي تصلح اي عربية، العربية دلوقتي تقدر تصلحها. الحكاية دي كانت مش عارف غايبة عنهم فين، ان انت مثلا اي طيارة تقدر دلوقتي تعمل كده اهو، وتروح تستخدمها علشان ايه، تروح مصلح الطيارة ولا اي حاجة، لو مثلا الطيارة اخدت خبطة ولا خبطتين. بيضرب ايه ده، بيتدرب علينا؟ بص اول ما يتدرب عليك تنزل على طول يا معلم، ما تستناش. صحيح في عندك صاروخ الموجه ده على اي مركبة، بص زي ما شايفين. ووهو ايه ده، احنا كسبنا. حتة الباركور بقى اللي عملوها جديدة دي يا جماعة، بصوا اهو تعمل كده اهو، اوف وتروح متسحلق. شفت الحته دي؟ حته يعني بص 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 مش ممكن يعني، اي حد يشوفك ممكن يخاف منك لو عملتها. بص استنى كده ما عملتها. شكلي وحش. لو انت مثلا تقع تروح متشعلق، اوف هتيجي تقع كده مثلا، هنا الحته دي بعيده، مش ممكن يا صبري يا هكر. مود الزومبي الجديد بالتيم بتاعه هالوين، المابا بتبقى اصغر بكتير من العاديه، بس بيكون في كميه اكشن غير طبيعيه، مجنونه مجنونه. في دلوقتي تيم بمناسبه ان الهالوين دلوقتي داخل، فهتلاقي الشخصيات الزومبي لابسين زي كده ماسكات قرع عسل. اوف شفت بقى سرعه رد الفعل مش ممكن. للاسف اليو ام بي بعد ما اتغير دلوقتي الطلقات بتاعته، هو المده يا جماعه المده جامد جدا. ليه بقى؟ المده عباره عن اكشن، يعني ايه؟ بتلاقي دايما منزل لك ناس كتيره قوي، اعداد كبيره قوي من الزومبي. هم دلوقتي هيبداوا يظهروا باعداد كبيره. بص بقى حاجه زي كده اهو، شفتوا الطلق اللي انت بتضربه دلوقتي بقى عباره عن تفجير بس. شفتوا البوت ده؟ ده عباره كده عامل زي كده نوع من انواع القوه، انت بتاخدها جامده جدا، بتخلي الطلق بتاعك كله يضرب نار. بصوا كده
لفترة محدودة. بتبقى في عندك اكتر من ميزة، مش لازم بس فقط ان انت الميزة بتاعتك زي ما انتوا شايفين كده. احنا ممكن نستخدم ميزة تانية نعمل هيل، بحيث ان احنا نهيل نفسينا ونهيل اي حد حوالينا في الحتة دي زي ما انتوا شايفين تبقى في النقطة دي. وفي عندك الحاجات اللي هي بتقدر تفجرها. بجد في التحديث انا شايف ان هم زودوا حاجات كتير قوي يعني. انا ما اعرفش انت ايه رايك، يا ريت تقول لي في التعليقات هل عجبك فعلا التحديث ولا لا، وهل فعلا ممكن تفكر انك انت تنزل اللعبه لو انت كنت مسحتها، او لو انت اول مره تعرف حاجه عن اللعبه ممكن تقدر تنزلها. المهم لو حبيت تنزلها هتلاقي الرابط بتاع اللعبه موجود في الفيديو ديسكريبشن، وهتلاقيه في اول تعليق. اتمنى ان هو يعجبكم والفيديو يكون دمه خفيف عليكم. اشوفكم على خير. انا عن نفسي بصراحه في قمة سعادتي، بابجي كلمتني، اللعبة اللي بحبها كلمتني، عايز اقول لك اكتر من كده، انا راجل يعني انا صحت عزيزك، عايز تكلمني دلوقتي تاخد معايا ميعاد، انا راجل دلوقتي سبونسر باي بابجي، اللعبة اللي بحبها بقيت سبونسر معاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسيبكم دايما على خير، وشكرا جدا لبابجي ان هي كلمت حد من عشاقها اللي بيحب دايما يلعبها، زي ما انتم شايفين عندي القناة كلها فيديوهات على بابجي يعني، مش هينفع اقول لكم اكتر من كده، واضحة ايه. فتنساش تدوس على اللينك اللي موجود في الفيديو ديسكريبشن لو حابب تنزل اللعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.